صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات المراجعة النهائية للصف الثالث، واللي هنتكلم فيها إن شاء الله عن أقوى 65 رايت ممكن يقابلوك في المنهج، ودول بيشملوا المنهج كله وإن شاء الله ما يخرجش منهم الامتحان. إن شاء الله هنحل ال 65 جملة وكمان هنشرح إزاي بنحلهم. تابع معايا، ولو عجبك الفيديو إن شاء الله شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد بإذن الله. إن شاء الله هنمشي الرايت بترتيب القواعد بتاعتنا في المنهج إن شاء الله. تعال نشوف نمبر 1، بيقول لي I advise you to visit أسوان. طبعا قلنا في طرق مختلفة للنصيحة وقلناها كلها في الجرامر، ولو حابب ترجع للدرس الأول في الجرامر هتخش على قوائم التشغيل وتجيب جرامر تالتة إعدادي ترم أول وهتلاقي فيه الدرس ده إن شاء الله. بقول لي I advise you to visit أسوان، يعني أنا بنصحك إن أنت تزور أسوان. قلت من المهم يا حبايبي إن أنا أعرف أنا بوجه النصيحة لمين. هنا أنا بوجه النصيحة ليك أنت. طبعا هنا جايب لي طريقة النصيحة I advise you، وانا عارف ان I advise you بيجي وراها to زائد المصدر او not to زائد المصدر. بقول لي استعمل should. قلت مهم جدا ان انا اشوف النصيحة موجهة لمين، ليك انت، يبقى اذا هبدأ ب you. تاني حبايبي هبدأ ب you، يبقى you، وبعدين بجيب وراها should، وانا عارف ان should بيجي وراها الفعل في المصدر بدون اي اضافات، فاذا هقول you should visit أسوان. تاني you should visit أسوان يعني يجب ان انت تزور أسوان. تعال نشوف نمبر 2، بيقول لي هالة should study hard، يعني هالة يجب ان هي تذاكر بجد. طبعا هنا بيقول لي استعمل if. انا عارف ان حالة if النصيحة بتقول if I were you I would، بس هنا حبيبي النصيحة لازم اشوف موجهة لمين شكل ما قلت. هنا النصيحة موجهة لهالة، فاذا هبدأ if I were، طبعا هنا ما قلتش you بقى، يبقى if I were هالة، يعني لو انا من هالة، واجيب would زائد المصدر، فاذا هقول I would study hard، يعني لو انا من هالة هذاكر بجد. طب لو هي shouldn't كنت قلت if I were هالة I wouldn't. طب تعال نشوف نمبر 3، بقول لي هالة should study hard، بقول استعمل had better. انا عارف يا حبايبي ان الابوستروف دي اختصار لكلمة had، لان had هي اللي بيجي وراها better. طب انا عارف ان had better بيجي وراها مصدر الفعل، ولو نفي هجيب وراها not زائد المصدر، فإذا هقول هالة had better study hard. تاني هالة had better study hard. تعال نشوف نمبر 4، بيقول لي if I were him، يعني لو أنا مكانه I would help my mom، يعني كنت هساعد مامتي. هنا بقول استعمل idea. طبعا أنا عارف النصيحة بأيديا اسمها it's a good idea، بس هنا لازم أشوف برضو نصيحة موجهة لمين، موجهة لي هو، يبقى إذا هقول it's a good idea for him. It's a good idea for him يعني فكرة جيدة لي، واجيب to زائد المصدر يبقى to help his mom. تاني it's a good idea for him to help his mom. تعال نشوف المعدود وغير المعدود. بقولي number 5 not many people like historical novels، يعني مش ناس كتير بتحب القصص التاريخية. بقول استعمل few. few دي معناها قليل. طب ما هي few يا مستر بتساوي not many، يعني not many هي هي few. طيب يبقى كل الموضوع ان انا هشيل not many وحط مكانها few. تاني هشيل not many وحط مكانها few، وكمل عادي خالص هقول few people like historical novels. few people like historical novels يعني ناس قليلة اللي بتحب الروايات التاريخية. تعال نشوف نمبر 6، بقول I'd like to read this detective story but I don't have much time، بس أنا ما معيش وقت كتير. طيب أنا ما عنديش وقت كتير معناها إن أنا عندي وقت قليل، وأنا قلت لكم يا حبايبي لما يكون جايب لي نفي مع much أو many ويقول استعمل few little يبقى هنا أحول الجملة لجملة مثبتة، يعني عشان استعمل little مكان much يبقى إذا هشيل النفي، فإذا هقول الجملة بتاعتي الأولانية عادي خالص، يعني I would like to read this detective story but، لكن I هنا لازم أشيل النفي. أنا قلت يا حبايبي النفي بdon't و doesn't و didn't بيتشال كله. don't ما بتأثرش على الفعل، doesn't بتزود الفعل اس، didn't بتخلي الفعل في الماضي، يبقى إذا هقول but I have، لكن أنا عندي ومكان much هحط little، فأقول but I have little time. but I have little time لكن أنا عندي وقت قليل. اللي بعدها بيقول لي when you go to Luxor، يعني لما بتروح Luxor I think you should visit the museum، اعتقد ان انت يجب ان انت تزور المتحف. هنا بيقول لي استعمل recommend. طبعا recommend معنى يرشح او يوصي بي، شكلها شكل كلمة suggest،
واحنا عارفين ان ريكومند وسجست الاثنين بيجي وراهم فيرب اي ان جي، ولو جه وراهم جمله كامله الفعل بتاعي بيكون في المصدر. فاذا الجمله بتاعتي الاولى شكل ما هي، يعني هقول when you go to Luxor، يعني لما تروح للاقصر، وحد هنا اقول اي ريكومند، يعني انا باوصي بيه. سو اي ريكومند، هنا بقى في حاجتين اتنين، يا اما اقول اي ريكومند فيزيتنج، جبت وراها فيرب بلس اي ان جي، فيزيتنج ذا ميوزيوم، يعني ارشح زياره المتحف، او ان انا اقول اي ريكومند يو فيزيت ذا ميوزيوم، يعني اقترح ان انت تزور المتحف. يبقى اذا هنا ريكومند يجيب وراها فيرب بلس اي ان جي على طول، يا اما اجيب وراها جمله كامله بس لاحظ فعلها هيكون في المصدر. نفس الكلام مع كلمه سجست، يعني لو هقول اي سجست، هقول اي سجست فيزيتنج ذا ميوزيوم، اور اي سجست يو فيزيت ذا ميوزيوم. وطبعا هنا ممكن اجيب مع سجست شود زائد المصدر. تعال نشوف نمبر 8، بيقول روداينا هاز مور بوكس ان هير باج ذان ملك. طبعا هنا مور يعني اكثر، بيقول استعمل في ورا. انا قلت يا حبايبي لو جاب لي مور ولا استعمل في ورا، يعني جاب لي اكثر ولا استعمل اقل، كل الموضوع ان انا بعكس الاسامي. يعني اذا هنا هبدا بملك واقول ملك هاز fewer books in her bag than Rudaina. تعال نشوف نمبر 9، بولي I don't have as much interest in adventure stories as I do in mysteries. طبعا انا ما عنديش اهتمام كبير في القصص المغامرة زي قصص الالغاز. بقول لي استعمل less، وليس دي معناها اقل. طبعا طالما ما عنديش اهتمام بقصص المغامره زي، يبقى معناها ان اهتمامي بقصص المغامره اقل من اهتمامي بقصص المستريس. طيب بس عشان احط less مكان much يبقى لازم اثبت الجمله. يبقى اذا هقول I have less interest in adventure stories than mysteries. يعني انا عندي اهتمام بالقصص المغامرة اقل من قصص الالغاز. تعال نشوف نمبر 10، بيقول لي the blue bottle has more water than the green bottle. يعني بيقول لي ان الازازة الزرقاء فيها ماء اكتر من الازازة الخضراء. بيقول لي استعمل less. طبعا عشان احول more less يبقى كل الموضوع ان انا هقلب الاسامي. يبقى اذا هقول ذا جرين بوتل هاز، بدل مور هات ليس ووتر ذان ذا بلو بوتل. طيب تعال نشوف نمبر 11، بيقول لي منال اولويز هيلبس بيبل. يعني منال دايما بتساعد الناس. بيقول لي استعمل هيلبفول. هيلبفول دي يا حبايبي صفه، وعشان اجيب الصفه دي لازم اجيب قبلها فيرب تو بي، وعشان اجيب فيرب تو بي لازم احط قبل ظرف التكرار. فاذا هقول منال از اولويز هيلبفول، يعني منال دايما متعاونه او مساعده. تعال نشوف نمبر 12، بيقول لي مارش has more days than February. بيقول ان شهر مارس فيه ايام اكتر من شهر فبراير. فيور اقل، يبقى اذا هقلب وابدا ب February. يبقى اذا February يعني شهر فبراير has fewer days than March. تعال نشوف نمبر 13، بيقول لي you don't have to pay to go into the museum. يعني مش مضطر انك تدفع عشان تدخل المتحف. بيقول استعمل free. وقلنا هنا يا جماعه في اكتر من حل. اول حل ان انا هقول it's free to go into the museum، يعني مجاني انك تخش المتحف. او نبدا بكلمه going، يعني اجيب الverb plus ing واقول going into the museum، يعني دخول المتحف is free. free يا حبايبي يعني مجاني. تعال نشوف نمبر 14، بيقول لي many people all over the world speak English. يعني كتير من الناس في جميع انحاء العالم بيتكلموا انجليزي.
طبعا يا حبايبي هنا قلت في المبني المجهول هيقول لي استعمل التصريف الثالث، او هقول لي استعمل فيرب تو بي وهو مش موجود، او ان هيقول لي ابدا بالمفعول. يعني ايه ابدا بالمفعول؟ يعني هيقول لي الحرف بتاعه بدل ما هو سمول هيبقى كابيتال، او ان هو يجيبه لي في الاول ويحط بعده نقط، او يقول لي استعمل كلمه باسيف ابن مجهول. كل ده معناه ان يقول لي ابن مجهول، واحنا خدنا مبني مجهول في المضارع وفي الماضي. تعال نشوف بقى الجمله دي، بيقول لي many people all over the world speak English. عشان استعمل سبوكن التصريف الثالث يبقى لازم ابدا بي انجلش اللي هو المفعول بتاعي، فاذا هقول انجلش. هنا الفعل بتاعي سبيك مضارع فهجيب اس او ار، طب انجلش ياخد اس، فاذا هقول انجلش اس. طب التصريف الثالث من سبيك سبوكن يبقى انجلش اس سبوكن باي ماني بيبل، وكمل عادي all over the world يعني في جميع انحاء العالم. تعال نشوف نمبر 15، بيقول لي منى doesn't wash the dishes، يعني منى ما بتغسلش الاطباق. معنى ان يقول لي the dishes تي بتاع ذا كابيتال معناها ان بيقول لي ابني مجهول، وعشان ابني مجهول يبقى هبدا ب the dishes عادي خالص. قلت في النفي يا حبايبي مكان don't و doesn't بجيب isn't و aren't، فاذا هقول the dishes aren't. طيب التصريف الثالث من wash هو washed، so the dishes aren't washed by منى، يعني ما بتتغسلش بواسطة منى. تعال نشوف يلا نمبر 16، بيقول لي when does father wash the car، امتى بابا بيغسل العربية. طبعا لما الناس بتشوف passive بتفكر ان هي هتحط passive في الجملة، لا يا حبايبي، passive يعني ابني مجهول، وعشان ابني السؤال مجهول قلت أداة الاستفهام بتنزل شكل ما هي عادي خالص، يبقى when. مكان do does بجيب is او ار، ومكان did بجيب was او were، هنا does يبقى اذا هجيب is او ار. بس قلت قبل ما اجيب is او ار بروح ابص على مين؟ على المفعول. المفعول بتاعي هنا مين؟ car، الكار دي مفرد فتاخد is، so when is. وبعدين بعد ما اقول when is هجيب بدل الفعل ده المفعول بتاعي اللي هو the car، so when is the car. وبعدين التصريف الثالث من wash هي washed، so when is the car washed by father، يعني امتى العربية بتتغسل بواسطة بابا. تعال نشوف نمبر 17، بيقول لي the ancient Egyptians built the pyramids، يعني القدماء المصريين بنوا الاهرامات. عشان استعمل where verb to be يعني في الجملة بتاعت الماضي البسيط، يعني بيقول لي ابني مجهول. عشان ابني مجهول هبدأ بالمفعول، فين المفعول؟ the pyramids، يبقى اذا هقول the pyramids يعني الاهرامات. طيب where، وبعدين التصريف الثالث من built هو برضو built، يبقى where built a minute by the ancient، نكتب ancient طبعا الاول، Egyptians اللي هم القدماء المصريين. طيب تعال نشوف نمبر 18، بيقول رنا didn't clean the flat، يعني رنا ما نظفتش الشقه. طب بيقول لي استعمل the flat، طب the flat هنا التي بتاعتها كابيتال معناها ان بيقول لي ابدا بيها، وعشان ابدا ب the flat اللي هي المفعول يبقى معناها ان بيقول لي ابني مجهول، يبقى اذا هقول the flat. قلت مكان didn't بجيب wasn't or weren't، فاذا هقول the flat تاخد wasn't، فاذا هقول the flat wasn't. التصريف الثالث من clean هو cleaned، يبقى the flat wasn't cleaned by رنا، يعني الشقه ما اتنضفتش بواسطه رنا. طب تعالى نشوف نمبر 19، بيقول لي did Sammy do the homework، هل سام عمل الواجب؟ بيقول لي استعمل was، عشان استعمل was مكان did معناه ان بيقول لي ابني مجهول، يبقى اذا هبدا ب was عادي خالص اهوت، وبعد was بجيب المفعول مش الفاعل، فاذا was the homework يعني هاد الواجب. تاني was the homework. التصريف الثالث من do هو done، يبقى was the homework done by Sammy، يعني هل الواجب اتعمل بواسطة سامي. تعال نشوف نمبر 20، هنا بقى هيبدأ يكلمني عن could اللي بتساوي was or were able to، لازم اركز شوية. بيقول لي I couldn't find the pen that you lost، يعني انا ما لقيتش القلم اللي انت ضيعته. بيقول لي استعمل able، عشان استعمل able يا حبايبي مكان could لازم اجيب was or were، والجملة دي منفية يبقى هجيب wasn't or weren't، فإذا هقول I. طب I إيه؟ I wasn't. طيب I wasn't، وبعدين able to، I wasn't able to، وأجيب المصدر بتاعي خالص يبقى find، so I wasn't able to find the pen، يعني أنا ما كنتش قادر إن أنا ألاقي القلم that you lost، يعني اللي أنت ضيعته. تعال نشوف يلا نمبر 21، بيقول لي منى wasn't able to finish the project yesterday، يعني منى ما كانتش قادرة إن هي تخلص المشروع امبارح. بيقول لي استعمل كود، اكيد ده العكس، يبقى اذا هبدا بمنى عادي خالص. طبعا عشان استعمل كود يبقى لازم اشيل was able to، بس دي منفيه، يبقى اذا هجيب couldn't يا حبايبي مش هجيب كود بس، يبقى منى couldn't، واكمل عادي خالص لان كود بيجي وراها مصدر، يبقى couldn't finish the
project يعني ما كانتش قادرة تخلص المشروع yesterday، وقلنا yesterday معناها أمس. طيب تعال نشوف number 22 بيقول لي كمال succeeded in solving the very difficult problem able to. طبعا انت يا حبيبي succeed بيجي وراها in، manage بيجي وراها to، اما pass ما بيجيش وراها حرف جر. طيب هنا بقول استعمل able، فاذا هقول كمال. طيب بعد ما اقول كمال لازم قبل able اجيب was or were. طب الكلام في الماضي يبقى was able to. طب solving قال لي لا هتبقى solve لان able to بيجي وراها مصدر. وكمل عادي خالص the very difficult problem يعني قدر ان هو يحل المشكلة الصعبة جدا دي. نمبر 23 بيقول لي when حاتم was 10 لما كان عنده 10 سنين he had the ability. خلي بالكوا حبايبي ability شكل ما قلنا بيجي معاها had، فقول he had the ability to ride the bike alone. بقول استعمل كود نفس الفكرة، هقول when حاتم was 10. طيب هبدأ بالفاعل بتاعي اللي هو هي، فهقول هي عشان اجيب كود يبقى لازم اشيل had the ability to كلها واجيب مكانها كود، so he could، واجيب المصدر على طول من غير to يبقى he could ride the bike يعني قدر يركب الدراجة alone، قلنا alone بمعنى بمفرده. طب تعال نشوف number 24 بقول what were you able to do when you were 12 يعني كنت قادر تعمل ايه وانت عندك 12 سنة. بقول لي استعمل what could، هقول له ايه وات كود دي؟ قال لي طالما هجيب كود يبقى اذا لازم اشيل واز مع اوير مع ايبل تو، فاذا هقول وات كود يو، هجيب الفعل على طول بعد كود واجيب المصدر يبقى وات كود يو دو وين يو وير 12 يعني كنت بتقدر تعمل ايه وانت عندك 12 سنه. طيب تعال نشوف يلا الليستن تاج. بيقول لي نمبر 25 perhaps I'll wear a jacket today I'm not sure، انا مش متاكد. بيقول لي استعمل might. طبعا عشان استعمل might يبقى لازم اشيل الحاجات اللي بتساويها وهي perhaps وايه و I'm not sure. طيب عشان استعمل might في هنا فعل ناقص اللي هو will يبقى might هتيجي مكان will، يبقى لازم اقول I might wear a jacket today يعني ربما البس جاكيت اليوم. تعال نشوف اللي بعدها بيقول لي عادل might visit us tomorrow يعني عادل ربما يزورنا بكره. بيقول لي استعمل I'm not sure، يبقى اذا هقول I'm not sure يعني مش متاكد that. ابدا الجمله عادي خالص، طالما جبت I'm not sure يبقى هشيل might وارجع مين يا حبايبي تاني will، يبقى I'm not sure that عادل will or if عادل will visit us tomorrow. يبقى حطيت I'm sure، حطيت that or if، وبعد كده جبت الجملة بس بدل ميت حطيت مكانها مين يا حبايبي will. طب تعال نشوف number 27 بقول I know that it's my pen، أنا عارف إن ده قلمي. It's the only one that's red، ده الوحيد اللي لونه أحمر. بقول استعمل must. طبعا عشان استعمل must يبقى لازم أشيل I know that، لأن I know that هي اللي بتعبر عن التأكد. طب هبدأ بإيه؟ طب أقول إز؟ قال لي لأ، يبقى إذا هقول إت ماست وأجيب المصدر من إز اللي هو بي، يبقى إت ماست بي ماي بين يعني ده ألمي أو ده أكيد ألمي، وأكمل عادي خالص إتس ذا أونلي وان ذات إز ريد. طب اللي بعدها بيقول لي سمير ماست بي ريدي فور ذا إكزام يعني سمير أكيد جاهز للامتحان. بيقول لي أم شور ذات، طبعا عشان أجيب أم شور يعني انا متاكد اللي هي I'm sure that يعني هبدا بالفعل بتاعي ده خالص اللي هو مين ها سمير، بس هنا لازم اشيل must. طب عشان اشيل must يبقى لازم ارجع بي لام او is او ار. طب سمير ياخد ايه يا حبايبي؟ is، يبقى اذا هقول I'm sure that سمير is ready for the exam يعني انا متاكد ان سمير جاهز للامتحان. تعال نشوف number 29 رقم 29 بيقول it's certain. كلمة certain يعني ايه؟ يعني اكيد that Rami isn't in the club يعني اكيد رامي مش في النادي. بيقول استعمل مين يا حبايبي؟ can't. عشان استعمل can't يبقى لازم اشيل it's certain that وابدا بالفعل بتاعي اللي هو مين؟ رامي. طيب هجيب isn't؟ لا، ما انا هجيب can't. طيب can't ايه؟ طالما هنا verb to be بحقول can't be in the club. تاني سمير سوري رامي كانت بي ات ذا كلاب يعني مش ممكن يكون في النادي. تعال نشوف يلا الجمله اللي فيها مفعول مباشر ومفعول غير مباشر. وانا قلت لكم يا حبايبي الفكره كلها
المفعول الغير مباشر هو اللي انا بسأل عنه لمين هتتعمل الحاجة. قلنا المفعول الغير مباشر ده لو جه بعد الفعل ما تجيبش قبله حرف جر، لو جه في الاخر يعني بعد المفعول المباشر هات معاه حرف الجر، وحرف الجر هنا بيكون تو اور فور. تعال نشوف كده، بيقول لي مايا جيف هير سيستر بن، يعني مايا ادت لاختها الا. نشوف هير سيستر هنا المفعول الغير مباشر جه ورا الفعل فما جبتش قبله حرف جر، وبعدين المفعول المباشر اللي هو بن. طب بيقول لي استعمل تو هير، طالما قال لي تو هير اللي هي تو هير سيستر يعني هوديها في الاخر، فاذا هقول مايا جيف ا بن، بس هعمل عمليه تبديل فقط لا غير، ا بن تو هير سيستر يعني ادت قلم لاختها. اللي بعدها بيقول ذا كلاس بروت ذير تيشر سم فلاورز، نفس الفكره بيقول استعمل فور ذير تيشر، عشان استعمل فور ذير تيشر يبقى هجيبها ورا المفعول المباشر اللي هو سم فلاورز، فاذا هقول ذا كلاس بروت سم فلاورز يعني احضروا بعض الزهور، وبعد كده اقول فور their teacher يعني للمدرس بتاعهم. تعال نشوف نمبر 32، بيقول لي did you buy me that smartphone، هو انت اشتريت لي التليفون ده؟ نفس الفكره for me يبقى هجيبها في الاخر بعد السمارت فون، يبقى اذا هسال السؤال عادي خالص واقول did you، طيب يبقى did you buy، طب اقول me ولا for me؟ قال لي غلط، طالما هجيب قبلها حرف الجر يبقى لازم اوديها بعد المفعول المباشر، يبقى did you buy that smart phone for me، did you buy the smartphone for me؟ طب تعال نمبر 33، بيقول لي the owner sold the house to احمد، يعني المالك باع البيت لاحمد، هنا بيقول لي sold احمد، طب هل هنا معناها باع احمد؟ لا هي برضه باع لاحمد، بس احمد ده مفعول غير مباشر لما بيجي بعد الفعل ما ينفعش اجيب قبله حرف جر، طيب طالما جابهولي على طول بعده هعمل عملية تبديل مش أكتر، يبقى إذا هقول the owner يعني المالك sold أحمد يعني باع لأحمد the house يعني باع لأحمد الإيه المنزل. تعال نشوف نمبر 34، بولي grandmother baked him a cake، يعني الجدة خبزت له إيه كيكة، بولي استعمل for him يبقى نفس الفكرة هوديها هناك، فهقول grandmother يعني الجدة baked a cake for him، grandmother baked a cake for him. تعال نشوف يلا number 35، بيقول حسن is interested in reading he also writes short stories، يعني بيستمتع بالقراءة وكمان بيكتب قصص قصيرة، بقول استعمل ان اديشن، قلت لكم يا حبايبي ان اديشن بدايتها حرف كابيتال ما يغركش الموضوع ده وتبدا بيها، لان ان اديشن شكل اند بالظبط، بتيجي في نص الكلام قبلها فول ستوب بعدها كوما، يبقى اذا هقول حسن is interested in reading يعني حسن بيهتم بالقراءة، فول ستوب ان اديشن خلي بالك كابيتال لتر كوما هي، بس هنا هشيل also، يبقى he writes يعني هو بيكتب short stories يعني بيكتب قصص قصيرة. طب تعال نشوف number 36، بقول طارق is very good at tennis he is good at basketball too، بقول استعمل furthermore نفس الفكرة، قلنا furthermore يا حبايبي برضو تستخدم لإضافة معلومات بتيجي في النص قبلها في الستوب بعدها كوما، فإذا هقول طارق is very good at tennis full stop furthermore comma he is good at basketball يعني جيد في كرة السلة، وهنا طبعا هشيل to اللي معناها ايضا. طب تعال نشوف not only، not only خلي بالك دي مهمة جدا لأنها ما وردتش كتير، not only لأن بتاعتها capital، هنا بيقول لي they cooked lunch as they watched TV، طبعا هم هنا عملوا حاجتين اتنين، طبخوا الغداء وكمان شاهدوا التلفزيون، عشان أبدأ ب not only يا حبايبي لازم الصيغة اللي وراها تبقى صيغة استفهام، يعني إيه صيغة استفهام؟ يعني اللي بيجي وراها فعل مساعد وبعدين فعل، يعني أقول not only
مش بس هنا هشوف الفعل بتاعي cooked في الماضي، يبقى لازم اجيب ورا not only did، يبقى هجيب ورا not only فعل مساعد، وبعدين الفعل بتاعي اللي هو they، يبقى not only did they ها cook، لازم ارجع الفعل لاصله، يبقى not only did they cook lunch. طب وبعدين قال لي في النص لازم اجيب but، في النص لازم اجيب مين يا حبايبي؟ but، وبعدين اجيب الفعل بتاعي عادي خالص اللي هو they but they، وبعدين احط also بعد الفاعل يبقى but they also، واكمل عادي خالص watched TV. يبقى مش بس هما طبخوا الغداء ولكن هما ايضا شاهدوا التلفزيون. لاحظ طالما بدأت بنوت only يبقى اجيب الصيغة اللي وراها صيغة استفهام او شكل صيغة السؤال، يعني اجيب وراها فعل مساعد وبعدين فاعل. طب تعال نشوف اللي وراها، بيقول لي حسن plays football he plays basketball، يعني حسن بيلعب كرة القدم وكمان بيلعب كرة السلة. بقول استعمل in addition to. طبعا احبابي in addition to سواء هبدا بيها او هجيبها في نص الكلام كده كده جاي وراها verb plus ing او شبه جملة، فعادي خالص ان انا هقول حسن plays football، يعني حسن بيلعب كرة القدم in addition to، بالاضافة الى. هنا احبابي ممكن اقول in addition to playing basketball، يعني بالإضافة إلى لعب كرة السلة، وممكن أقول على طول in addition to basketball، يعني بالإضافة إلى كرة السلة. طب لو بدأت بيها قال لي نفس الفكرة، ممكن أقول in addition to football حسن plays basketball، or in addition to playing football حسن plays basketball. بس لاحظ طالما بدأت in addition to جبت وراها فعل في ing، طالما ما جبتش حسن يبقى هجيبه مكانه، فأقول in addition to football حسن plays basketball. طب تعال نشوف نمبر 39 رقم 39، بيقول لي it's necessary، تعال نشوف بقى الضرورة وانعدام الضرورة، يعني it's not necessary من الضروري to get up early tomorrow it's a holiday، طبعا مش ضروري ان انت تصحى بدري بكرة لانه اجازة. بيقول استعمل have to، يا مستر have to ما هي لازم تيجي منفية، يعني ما تفكرش ان انت هستعمل have to، لان الناس لما بقول have to بقولك بس انا هستعمل have to بس، بينسى بقى هل هو نفي هل هو اثبات، هقول لك لا، بس هنا قال لي not necessary يعني مش ضروري، يبقى هنا لازم اجيب don't او doesn't have to، وطالما ما قاليش ضروري لمين قلت لك على طول يبقى هبدا بمين؟ بيو، وهنا هجيب don't يعني you don't have to get up early tomorrow، يعني انت مش ضروري تصحى بكره بدري، واكمل عادي خالص it's a holiday لانه اجازه. يبقى لاحظ هو نفي ولا إثبات، عشان لو نافي مش هجيب have to بس، أنا هجيب don't أو doesn't أو didn't لو كان الكلام ماضي. طب تعالى نشوف الجملة اللي بعدها، بقول it's necessary for him to study hard، هنا بقى is مش isn't، خلي بالك هو ضروري لمين؟ ده ضروري ليه هو، عشان كده him دي لازم تطلع كفاعل he. طب وبعدين must، طب لو قال استعمل have to هقول له ده هي بتاخد has، يعني أقول له he has to، يبقى عادي جدا أنا أقول he must أو أقول he has to، وأكمل عادي خالص study hard يعني هو مضطر يذاكر بجد، يبقى لو قلت must هجيب must study، لو قلت has هجيب has to study، must ما يجيش وراها to لكن has بيجي وراها to. تعال نشوف number 41، بيقول لي they have to do revision، يعني هما لازم يراجعوا. بيقول استعمل necessary، يعني necessary ضروري. طيب قلت عشان استعمل necessary لازم اخلي بالي هل ده اثبات ولا نفي ولا سؤال، هقول دي جملة مثبتة يبقى هبدأ ب it. طب يا ترى اقول it is ولا it was، هقول لك مضارع يبقى it is necessary يعني من الضروري، تاني it's necessary. طب وبعدين for مين؟ قلت لما اجيب لي مين لازم اجيب for، طب they قلنا they بعد for هتبقى them يبقى it's necessary for them، وبعدين اكمل عادي خالص to do revision يعني من الضروري ليهم ان هم يعملوا مراجعة، it's necessary for them to do revision. تعال نشوف يلا نمبر 42، بيقول لي is it necessary for her to cook lunch، هل ضروري لها ان هي تطبخ الغداء؟ قلت لك خلي بالك have to برضو، هل ده سؤال ولا نفي ولا جمله مثبته؟ هقول لك ده سؤال، وسؤال في المضارع ولا في الماضي؟ في المضارع. يبقى طالما هجيب لها have to يبقى هبدا السؤال بتاعي بدو او داز. طيب هو ضروري لمين؟ لها هي، هل دي هتبقى شي؟ طب شي تاخد دو ولا داز؟ هقول لك داز، يبقى اذا هقول داز شي have to cook lunch، تاني
Does she have to cook lunch؟ يعني هي مضطرة ان هي تطبخ الغداء. اللي بعدها بيقول لي he had to buy the books. بيقول لي استعمل necessary. قلت لك اه برضه لازم اشوف هل ده سؤال ولا نفي ولا جملة مثبتة. هقول لك جملة مثبتة يبقى هبدأ بإت. طيب هل هو مضارع ولا ماضي؟ ماضي، يبقى لازم اقول it was necessary يعني كان من الضروري. طيب for مين؟ قال لي he، يبقى him، يبقى it was necessary for him. واكمل عادي خالص to buy، اجيب to زائد المصدر to buy the books، يبقى it was necessary for him to buy the books. تعال نشوف اللي بعدها، بيقول لي it's obligatory to fill in the form. ضروري انك ايه تملى الاستمارة دي. بيقول لي استعمل have، طالما قال ليش ضروري المين يبقى هبدأ بيو. واكمل عادي خالص لان دي جملة مثبتة، يبقى you have to fill in the form. تاني you have to fill in the form. تعال نشوف نمبر 45، بيقول لي do they have to sell the car؟ بيقول لي استعمل necessary. قلت لك برضه خلي بالك هو ده ايه؟ قال لي اه ده سؤال. طيب سؤال يبقى اذا هبدأ ب is or was. طيب ده مضارع ولا ماضي؟ مضارع، يبقى هبدأ ب is it necessary يعني هل من الايه؟ من الضروري. طيب for مين؟ قال لي ده they، قال لي اه ورا for تبقى them، يبقى is it necessary for them to sell the car؟ تاني is it necessary for them to sell the car؟ طيب اللي بعدها جملة مهمة قوي رقم 46، بيقول لي it's necessary for them to arrive early، يعني ضروري ان هم يوصلوا بدري. بيقول لي استعمل a must. الناس هنا هتغلط وتفكر ان هو بيقول استعمل must ويبدأ يقول they must arrive early. هقول لك لا طبعا، كلمة a must يعني ضرورة مش ضروري. طيب عشان استعمل a must يبقى هقول it's a must. يعني it's a must انها ضرورة. وكمل عادي for them انها ضرورة لهم to arrive early. يعني ضرورة ليهم ان هم يوصلوا ايه؟ يوصلوا بدري. طيب ممكن اقولها بطريقة تانية؟ قال لي ممكن اقولها بطريقة تانية. ممكن اقول arriving early is a must، يعني الوصول بدري ضروري، وطبعا اقول for them. تاني arriving early الوصول بدري is a must for them يعني ضرورة ليهم. يبقى لاحظ ان a must هنا بمعنى ضرورة مش ضروري، يبقى اذا must ممكن تيجي كاسم بمعنى ضرورة. نمبر 47 بيقول لي she no longer، وكلمة no longer يا حبايبي معناها لم يعد. watches TV. طبعا كلمة anymore شكل ما قلنا بتيجي في اخر الجملة، بس عشان اجيب اني يبقى هجيب جمله منفيه، يبقى اذا خلاص هشيل نو لونجر واقول شي. طب انا عايز انفي الجمله اللي فيها اس، يبقى شي دازنت، وارجع فعل لمصدره يبقى شي دازنت واتش تي في اني مور. تاني شي دازنت واتش تي في اني مور يعني ما عادتش تتفرج على التلفزيون. تعال نشوف نمبر 48، بيقول لي اتس نوت نيسيسري تو جو اوت، مش ضروري انك تطلع بره. خلي بالك يا حبايبي ده نفي مش جملة مثبتة، يبقى إذا هجيب don't أو doesn't. هنا ما ادانيش لمين، يبقى هبدأ بمين؟ بيو، وأقول you don't have to go out، يعني أنت مش ضروري إنك تطلع بره. اللي بعدها بيقول it's against the law. قلت يا حبايبي it's against the law يعني ضد القانون to park here، إنك تركن هنا. طب قول استعمل mustn't، خلاص يبقى هبدأ بيو لأنه ما حددش لمين، فإذا هقول you mustn't. طيب you mustn't ايه؟ بيجي وراها مصدر، يبقى you mustn't park here. تاني you mustn't park here يعني مش ضروري انك تركن هنا. اللي بعدها بيقول it's sunny today، يعني الجو مشمس النهارده but it's not very hot، لكنه مش ايه؟ مش حر. طب قول استعمل however. قلت لك يا حبايبي وانت في ثالثه اعدادي ما غركش ان الاتش كابيتال، however اللي عليك في ثالثه اعدادي بتساوي but، وكده كده بتيجي في نص الكلام ولكن مع اختلاف الترقيم. يبقى اذا هقول it's sunny today، يعني الجو مش مثل النهارده، فول ستوب. however كوما it's not very hot، يعني الجو مش مثل النهارده ومع ذلك الدنيا مش ايه؟ مش حر. نمبر 51 بيقول لي ماجدا لايكس تو بلاي تنس، it's her favorite sport. تعالى بقى على الافعال اللي فيها ing، بيقول لي استعمل playing. تاني بيقول لي ماجدا لايكس تو بلاي تنس، يعني ماجدا بتحب تلعب تنس وهي رياضتها المفضله.
بنستعمل playing يبقى إذا حول playing لاحظ إن البي كابيتال يبقى playing tennis مالها هشيل طبعا it وأقول is. طب ماجدة بدل هير دي هجيب ماجدة وحط لها بصر في اسم الكية يبقى is ماجدة's favorite sport. تاني playing tennis is ماجدة's favorite sport. تاني playing tennis is ماجدة's favorite sport. طب اللي بعدها بقول لها I congratulated her because she won the prize. دي جت في الامتحانات اكتر من مرة. بقول استعمل winning. هو بيقول استعمل winning او بيقول لي استعمل on. طبعا عشان اجيب ورا congratulate فعل في ING لازم اجيب معها حرف الجر on, مش هجيب وراها because الجملة كاملة. يعني هقول I congratulated her. بدل because يا حبايبي هجيب on. طب on بيجي وراها فعل في ING يبقى winning. يبقى I congratulated her on winning, sorry في هنا N, winning the prize. تاني I congratulated her on winning the prize. تاني I congratulated her on, يبقى عشان اجيب winning لازم اجيب مع congratulate حرف الجر on. Number 53 بقول لي it's better for tourists to travel by bus. traveling بقول لي استعمل traveling. قلت كل اللي انا بعمله بجيب اللي في الاخر ده, انا اقول traveling by bus واحطها مكان مين يا حبايبي it, فهقول traveling by bus is better for tourists. تاني traveling by bus is better for tourists. تعال نشوف number 54 بقول I hope to take part in the competition, يعني اتمنى ان انا اشارك في المسابقة. بقول استعمل taking. قلت حبايبي عشان استعمل taking هشيل كلمة hope واجيب كلمة بتسوية اللي هي كلمة look forward to. look forward to معناها يتطلع الى, فاذا هقول I look forward to taking part in the competition, يعني اتطلع الى المشاركة في المسابقة. وطبعا هنا ممكن برضه اقول I am looking, I'm looking forward to or I look forward to, الاثنين صح. طب تعال نشوف number 55 بقول it's not healthy to lie in bed for a long time. بقول استعمل lying. طبعا شكل ما قلت هكمل لغة الاخر بlying واجيبها مكان it, يعني اقول lying in bed for a long time is not healthy, يعني النوم في السرير وقت طويل ده مش صحي. هنشوف number 56 بقول I blamed him because he broke the screen, يعني انا لومته لانه كسر الايه, كسر الشاشة. نفس الكلام في breaking عشان احط فعل في ING بحشيل because واجيب حرف الجر اللي بيجي مع blame, وblame بيجي مع حرف الجر بس الفكرة في congratulate. يبقى اذا هقول I blamed him, يعني انا لومته for breaking the screen, يعني انا لومته على انه كسر الايه, كسر الشاشة. يبقى لاحظ كلمة blame بيجي مع حرف الجر for, blame someone for something. طيب اللي بعدها number 57 بقول it's bad of him to steal things, stealing. طبعا نفس الفكرة هكمل لغاية الاخر بستيلينج وبعدين احطها مكان it, يبقى هقول stealing things is bad of him. تاني stealing things is bad of him. تعال نشوف number 85 بقول لي the story is very good, it was written by a famous writer, يعني بقول ان القصة دي جميلة مكتوبة بوصف كذا. طبعا عشان اربط بي which يبقى لازم اشوف which دي عايد على مين, على story. طب فين الضمير اللي هناك اللي it, يبقى it اللي هتتشال. يبقى اذا هقول the story بعدين اجيب وراه على طول which بتكملة الجملة, which was written by a famous writer. مالها هقول is very good, يعني جيدة جدا. تعال نشوف اللي بعدها بيقول لي the bank is near the school, my brother works there. بقول استعمل where. طبعا عشان استعمل where هتبقى عايدة على البنك. طب فين الضمير اللي عايد عليك او ظرف المكان اللي هو there, يبقى there اللي هتتشال.
يبقى هقول the bank, البنك where my brother works, ماله, is near the school, يعني جنب المدرسة. طيب اللي بعدها number 60 بيقول لي squash keeps me fit, it's my favorite sport. ونستعمل which, which دي عايزة عايدة على مين؟ على السكواش. طب فين الضمير اللي عايد عليه هناك؟ هو it. طب فإذا هقول squash يعني السكواش ده, which is my favorite sport, أكمل بقية الجملة التانية, keeps me fit يعني يجعلني قوي. يبقى إذا لازم أحدد فين الاسم ولازم أحدد فين الضمير اللي عايد عليه أو ظرف المكان اللي عايد عليه عشان أقدر أربط الجملتين كويس. اللي بعدها نمبر 61 بيقول لي many tourists in London visit Wembley Stadium, يعني كثير من السياح في لندن بيزوروا استاد ويمبلي. You can see many sports there, ممكن تشوف رياضات كتير هناك. طبعا عشان أربط بوير يبقى لازم أشوف المكان بتاعي اللي هو ويمبلي ستاديوم. طب فين ظرف المكان؟ قال لي there, يبقى اللي هيتشال there. وحبدأ بالجملة الأولى لأن ويمبلي ستاديوم جاي في نهاية الجملة الأولى فحبدأ بها عادي خالص. يعني هقول many tourists in London visit Wembley Stadium, يعني بيزوروا استاد ويمبلي. خلاص. طيب وبعدين اجيب where, وبعدين اكمل اقول you can see many sports, اللي تقدر تشوف فيه رياضات كتير. تعال نشوف نمبر 62 بيقول لي منى received the medal for winning the race, she is an excellent runner. طبعا بقول اربط بهو, يبقى الموضوع كله هشوفه دي عايدة على مين؟ عايدة على منى, يبقى هشيل على طول شي واقول منى who is an excellent runner, واكمل عادي خالص received, والباقي بتاع الجملة received the medal for winning the race. Number 63 بيقول the deaf school was set up in Cairo, it's for all children from all over Egypt. بيقول استعمل which, طبعا عشان اربط بwhich يبقى اشوف عايد على مين, الديف سكول, يبقى اللي هتشال مين يا حبايبي؟ it. يبقى اذا انا هقول the deaf school which was set up in Cairo, يعني اللي انشأت في القاهرة, واشيل is, اشيل it sorry, واقول is for children from all over Egypt. طب تعال نشوف number 64 بقول do you have a problem, ونستعمل matter. طبعا لما اقول الواحد do you have a problem اكني بقول له بالظبط what's the matter, تاني what's the matter يعني ما الامر, تاني what's the matter يعني ما الامر. تعال نشوف بقى يا حبايبي اخر جمله, بقول له I went to visit my cousin last week, ودي جمله بتيجي كتير جدا في الامتحانات, she lives in Luxor. طب هو دي عايده على مين؟ على my cousin, وبعدين يبقى هشيل شي واقول I went to visit my cousin who lives in Luxor, وكمل عادي خالص last week يعني الاسبوع الماضي. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا, ركزوا في ال 65 جمله تاني, 65 جمله مهمين جدا ان شاء الله ما يخرجش منهم الامتحان. Thank you very much for watching, but don't forget like share subscribe. لو عجبك الفيديو شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد ان شاء الله, وما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye, السلام عليكم.